أول بنية اتخذت الحسين هالبنية، قبل سكينة وقبل رقية، أول من فارق الحسين فاطمة العليلة سلام الله عليها. فاطمة العليلة قالت لأبويا أشوف خواتي لمن غراضهم، شو أنا ما لم غراضي، ليش ما قلت لي لمي غراضك؟ قال لها بنيتي أنت كنت تبقين بالمدينة، سفر طويل وراي وراي ما وراي، ما أقدر أسولف لك، ما أقدر أحكي لك، أنت مريضة أخاف عليك، تبقين يم أمك أم البنين أنت وياها أقعدي. قالت ليش معنى كل خواتي يرحم بس أني أبقى؟ قالها بعد وضعك يستدعي أن تبقين، أخذ حكاية بنيتي وأبقى أبقي. قالت لأبوي أخذوني وياكم أسرج الخيل. بنت الحسين ايش تقول؟ الله أكبر. أبوي أخذوني وياكم أسرج الخيل وأحط فراشكم لوج أنا لقعد على درب الضعون يا أبويا وناشد ليرحون ويجون يا حزين بي لا تقطعون سفركم بعيد وخاف تبطون سفركم بعيد وخاف تبطون اي والله عاد الظعن من جد مزيرة شلون ابيات حلوة هاي التفتوا لها عاد الظعن من جد مسيرة من جد مسيرة وحسين ظل شوفه يديرة صوبي ودمعاته غزيرة يا بغزيرة ناديت يا شيخ العشيرة عاد لي سافر فر الديرة أنا ناديت يا شيخ العشيرة عاد لي سافر فر الديرة يوصي على بنيته الصغيرة مو يا عادل يسافر فر الديرة غاديرة غاديرة يوصي على بنيته الصغيرة قال أبويا أنا أكون أمشي قلت لي أبويا مودع الله راشد النية راشد النية مو هيك ناس بتقول يا أبويا مودع الله راشد النية راشد النية بس خلي على بالك عندك بنية يا ابويا مودع الله راشد النية بس خلي على بالك عندك بنية عليلة وتنتظر منك بعد جاية يا القضية عمرك عينك علي والله يا القضية عمرك عينك علي طلع ضعن الحسين وترك فاطمة العيلة بوحدها للدار رجعت للبيت تفتر بالبيت البيت أظلم البيت الأظلم ما ينجرع يا إخوة البيت الأظلم ما ينراد يا أحب البيت اللي ما بي أهله ما ينسكن يا إخوة البيت من يخلو من أهله صعب السكنة يا إخوة يصير مقبرة يا أحب رجعت للبيت البيت خالية تمشي بالبيت بوحدها ظلمة البيت دار ظلمة وصلت المهد كاروك عبد الله تقول لمشى وعنك لي لا لك ولا لي زماني من بعد اهلي ولا لي انا للزم مهد عبد الله ولا لي وبلجن يزد خلتهم علي يا بلجن يزد خلتهم علي يا مبطار السفر من جتني الاخبار عود انا هم لميت الكوار ورحت الخوات صغار وكبار لما وقعدنا بكوسر الدار حسه هاي والله لما وقعدنا بكوسر الدار لا جن يا ابويا الصبح من صغار مو جن منكم جن خطار لا جن يا ابويا الصبح من صغار مو جن منكم جن خطار والله جن خطار
يا دار وين حسين راعي وين القمر عباس عاجيج انا لحلف يمين الما اطب لي اجبل جنير للدار راعيج يا براعيج يا دار عزيني وعزيج يا دار عزيني وعزيج. المهم راح بعد الحسين يوم العاشر ابو السجاد وحيد فريد سلام الله عليه، طبعا طلع بعد الحسين سمع صوت وراه يا الجايلين بكل حرمكم، صوت بنيه صوت فاطمه، يا الشايلين بكل حرمكم ومتركين بيوت اهلكم اخذوني يا ابويا خادم لكم يا بخذوني يا ابويا خادم لكم وان كان ماكم كان عندكم امشي ورا جرة زملكم يا يابا وان كان ماكم كان عندكم امشي ورا جرة زملكم. إلهي بمحمد وآله الطاهرين، اليوم الليلة الأخ الرادود الحبيب بس يسمح لي أقرأ الدعاء آخر ليلة ختام حتى نأخذ حوائجنا، هاي عشرة أيام نريد حوائجنا من الله تعالى ببركة آل البيت عليهم السلام، فأريد الكل يرفع يديه إلى السماء ونأخذ حوائجنا ببركة مجلس الحسين هدية الليلة، نأخذ كرامة للزهراء أن عنده حاجة خلي يدعو. إلهي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا، اشف مرضانا، موصين على مرضى، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يسر أمورنا، كفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. المؤسسون لهذا المجلس تقبل مجلسهم، أوصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم يا الله. إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. تفضل حبيبي.